السلام عليكم. بهذا الفيديو رح نحكي عن افضل 5 مسلسلات بعام 2021 من وجهة نظري الشخصية. وطبعا لازم ننبه انه بهي القائمة رح نستبعد المسلسلات اللي هي بتكون عبارة عن مواسم او المسلسلات المبنية على عالم معين، مثل مثلا عالم مارفل او عالم دي سي او هاللي هو. فهدول المسلسلات رح يستثنوا من هاي القائمة، وبنفس الوقت المسلسلات اصحاب المواسم رح يستثنوا من هاي القائمة، مثل كازا دي بابل، مثل مسلسل لوكي، مثل مسلسل سي يو هاللي هو. هدول كله ما حنحكي عليهم بسبب جدا بسيط، انه انا بدي احكي هاي القائمه المسلسلات الجديده اللي انت ممكن تتابعها من دون ما تحتاج انك تتابع شيء قبل على الاطلاق. فبهي القائمه رح نحكي عن اكثر 5 مسلسلات حبيت انا بهي السنه، وللعلم انه هي السنه كان في غزاره انتاجيه كتير كبيره، بسبب انه ب 2020 كان في عنا الفيروس فتاجل كتير اعمال لسنه 2021. فهذا الشيء ادى انه يكون في عنا اعمال كتير ب 2021، وانا كانسان طبيعي مالي روبوت بالاخير، مالي رجل آلي حتى احسن اتفرج على كل شيء. فهي القائمه رح تضم المسلسلات يلي انا كشخص شفته، وفي كتير بعرف انه في كتير مسلسلات انا ما شفتها وما حتكون موجوده بهي القائمه، ولكن يعني هذا اللي انا شفته ب 2021، وهذا رايي الشخصي على الموضوع. ولازم ما ننسى انه رايكم كمان جدا مهم بالنسبه لي، وهذا الترتيب ما هو الترتيب الخلص النهائي والصحيح واللي راح ينكتب بالتاريخ. رايكم كمان كثير مهم، لازم تحت في الكومنتات ترتبوا لي انتم المسلسلات اللي شفتها افضل 5 مسلسلات بالنسبه لكم ب 2021 تحت بالكومنتات. في المرتبه الخامسه عندنا وحش نتفليكس الفرنسي مسلسل لوبين. مسلسل لوبين كان فيه اخطاء اخراجيه، وكان فيه كتير امور ما هي منطقيه على الاطلاق، بعرف هذا الشيء، ولكن بنفس الوقت في شيء معين كان موجود في مسلسل لوبين بتحس انك انت مضطر او انت محتاج ذاك المسلسل اللي بيجي كل سنه من نفس هيئه وشكل لوبين. الجو العام اللي بتعيشه بهذا المسلسل ما بين انه في مشاهد كوميديه، في مشاهد اكشن، بنفس الوقت في عندك البطل اللي بيكون مميز، في عنده فكر معين، في عنده ذكاء، في عنده خطط، بنفس الوقت في عمليه انتقام بهذا الموضوع. فهذا الكومبو كله وقت يجيك انت كل سنة على شكل مسلسل، هو ما يكون مسلسل اسطوري، مسلسل يترخ، انما هو فقط مسلسل انك انت تتفرج وتستمتع في المشاهد اللي عم تشوفها. فمسلسل لوبين هو كان المسلسل المسيطر على هذا النوع ب 2021. في المرتبة الرابعة الوحش الكوري سكويد جيم. مسلسل لعبة حبار او سكويد جيم هو الطريق اللي انفتح للدراما الكورية. من بعد هذا المسلسل كل مشاهدي المسلسلات حول العالم بكل ما تعنيه كلمة معنا بلشوا يهتموا في الدراما الكورية، وفعلا اكتشفنا مسلسلات واكتشفنا افلام ذكاء ودهاء الكوريين في الدراما صراحة شيء جدا جدا جميل. واخص بالذكر انه مسلسل سكويد جيم انشهر، وانا حطيته صراحة في المرتبة الرابعة لانه عطاني شيء من الثقافة الكورية. انا حبيت هذا المسلسل والجو العام تبعه، وفكرة انه في عنا ماسك وفي عنا لباس موحد، الجو اللي انت بتعيشه مثل ما تكون كمان ثقافة كورية وهكذا. وبنعرف يعني اكيد اذا انتم ما كنتم شايفين مراجعة مسلسل سكويد جيم راح تلاقوها تحت في الوصف روابط لكل المسلسلات اللي حكي عليها، تكلمت عليها انا اساسا في القناة. في المرتبة الثالثة وانا متأكد 100% لا يوجد احد لا على اليوتيوب ويمكن بالعالم كله ممكن يحط هذا المسلسل في المرتبة الثالثة، الا وهو المسلسل السوري قيد مجهول. بعرف في كتير ناس رح تجي تقول لي مسلسل سوري او مسلسل عربي بيدخل في قائمة افضل مسلسلات 2021 كأنه تخينة شوي. مسلسل قيد مجهول بالنسبة لي أنا كشخص طبعا هو الطريق يلي رح يفتح على الدراما العربية، مو السورية، الدراما العربية، الطريق انه نحن بقى ندخل في المجال الاحترافي، مجال انه نحن هذا المسلسل السوري ممكن يكون عالمي لانه فيه اشياء عالمية بكل ما تعنيه الكلمة معنا. خليني اذكر كم سبب، ومثل ما حكينا مراجعة رح تكون تحت في الوصف لكل المسلسلات عم بحكي عليها بالتفصيل يعني الدقيق مثل ما بيقولوا. فكرة مسلسل قيد مجهول مقتبسة من فيلم فايت كلاب، فصراحة شيء جدا جدا جميل على الدراما العربية انه هي تقتبس من الاجانب. في كتير ناس كانت عم بتقول انه ايه ليش عم نقتبس من الاجانب وهذا شيء بشع وشيء ما كويس، وليش ما نحن نطالع افكارنا؟ بالعكس تماما، اذا راح يطلع مسلسل بقوة قيد مجهول هو مقتبس انا ما عندي مشكلة ابدا. الاخراج هو كان العامل اللي مو طبيعي ابدا. انت اليوم اقتبست فكرة اوكي، ولكن هل راح تحسن انك انت تعكس هاي الفكرة على الشاشة؟ مو كل حدا بيحسن يعملها. الاخراج في هذا المسلسل صراحة
رائع في كل ما تعنيه كلمة معنى. صار لي زمان 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 ما شفت مسلسل عربي بقوة قيد مجهول من الناحية الإخراجية، مشاهد تصويرية ولا أحلى، موسيقى تصويرية ولا أجمل، وبنفس الوقت تلوين المشاهد، فكرة إنه هو عم يعطيك لون أزرق وعم يعطيك اللون البرتقاني، كل واحد له معنى معين. وأنا إذا متابعيني بتعرفوا كتير منيح أنا مهتم جدا ودقيق جدا في موضوع الألوان، بحب إني وقت أشوف لون يكون عم يعطيني معنى معين. هذا المسلسل بيلعب لعب بالألوان صراحة. ده مسلسل قيد مجهول من جميع النواحي والناحية التمثيلية ولا غلطة في كل ما تعني الكلمة معنا. أنا بنصح صراحة أنكم تروحوا تشوفوا قيد مجهول. في المرتبة الثانية وحش الأنمي أركين. المسلسل مقتبس من لعبة League of Legends. صراحة مسلسل أركين هو المسلسل اللي راح يغير مفاهيم كتير كبيرة في هذا العالم، بغض النظر عن القصة اللي بتحاكي طبقات اجتماعية، انه انت في عندك طبقة سفلى في عندك الطبقة اللي فوقها اللي هي بتكون احسن من الناحية الاجتماعية وهكذا. بغض النظر عن القصة اعطيني المشاهد التصويرية اللي قدامك، الافكتات المستخدمة، CGI، المشاهد مو طبيعي ابدا. اوعك اذا انت انسان بتحب هذا النوع من المسلسلات يفوتك مسلسل أركين. اوعك تدخل 2022 من دون ما تتفرج على أركين، صراحة شيء ما هو طبيعي. الموسيقى التصويرية من افضل ما سمعت في 2021 من دون منازع. ما في اي مسلسل، ما في اي انمي، ما في اي فيلم حسن ينافس مسلسل أركين من ناحية انه انا عيني مو طبيعي تغذية بصرية بكل ما تعنيه الكلمة معنى، وتغذية سمعية في كل ما تعنيه الكلمة معنى صراحة ولا غلطة بكل ما تعنيه الكلمة معنى. صار قلت بكل ما تعنيه الكلمة معنى مليون مرة، بس بكل ما تعنيه الكلمة معنى صراحة شيء جدا جميل. اول ما ادخل على المرتبة الاولى او افضل مسلسل عندي ب 2021 لازم احكي هيك شغلة نابعة من القلب مثل ما بيقولوا، انه صراحة المسلسلات اللي ما بتكون من انتاج نتفليكس او ما بتكون من انتاج HBO على سبيل المثال بتكون دائما هي المسلسلات اللي مظلومة. خلينا نقول واحد من هي المسلسلات هو Resident Alien، واللي هو طبعا افضل مسلسل شفته ب 2021. Resident Alien من المسلسلات المظلومة في 2021 اللي ما أخذت الكمية الضجة الجماهيرية اللي هي فعليا تستحقها. في كتير مسلسلات انتشرت والعالم شافتها وكانت overrated خلينا نقول، لكن هذا مسلسل بكل ما تعني كلمة معنا هو underrated. شو هذا المسلسل راح تعرفوا بالضبط عن إيش عم بحكي. مسلسل ولا غلطة بالنسبة لي طبعا، أنا برجع بعيد هذا الشيء من وجهة نظري الشخصية. هذا مسلسل القصة جدا جميلة، التمثيل خرافي بكل ما تعني كلمة معنى، المشاهد الكوميدية الموجودة، الكوميديا اللي أنا بحبها الغير مبتذلة، الكوميديا اللي ما بيطلع بيشتم لحتى يضحكك أو بيعمل أفعال خلينا نقول زائد 18 أو حركات زائد 18 غير لائقة لحتى يضحكك أنت المشاهد، لا على العكس تماما، ما في أي مشهد كوميدي مبتذل. الكوميديا الموجودة بهذا المسلسل كوميديا نظيفة بنفس الوقت بتضحك، بتفرغ الضحك. أنا هذا المسلسل بعشق صراحة شيء اسمه Resident Alien، والموسم الثاني راح ينزل شهر الجاي. فبطريقة ما هذا المسلسل صراحة كان أفضل مسلسل شفته 2021، وإذا بتتذكروا أو بتعرفوا أو شايفيني من زمان يعني أفضل مسلسل كان ب 2020 هو تيد لاسو، وتقريبا بيشبهوا بعض من ناحية إنه الكوميديا غير مبتذلة والكوميديا جديدة وكوميديا حلوة وكوميديا نظيفة. فأنا هذا النوع بس ألاقيه بأي سنة من السنوات فورا هو افضل مسلسل بالنسبه لي، ولكن بطريقه ما كثير اسباب صراحه خلت مسلسل Resident Alien من افضل المسلسلات اللي شفتها في 2021، او هو بالاحرى افضل مسلسل شفته، وبنصحكم انكم تشوفوه. مراجعته الكامله تحت في الوصف. طبعا لازم ارجع اعيد شغله كثير كثير مهمه، انه في كثير مسلسلات بعرف اني ما حكيت عليها مثل مسلسل لوكي كان جدا جميل ما حكيت احكي عنه. في عندنا كاسا دي بابل، في عندنا سي، في عندنا يو، في عندنا خير الله مسلسلات بعرف ما حكيت احكي عليها، ولكن مثل ما قلت لكم ما بدي احكي عن المسلسلات اللي بتكون لها عوالم مختلفه مدري ايش ومسلسلات بمواسم. في ناس ممكن تقول لي ايش ما حكيت على The Wheel of Time. The Wheel of the Time يعني بده لسه وقت مثلا لحتى يتروضج مثل ما بيقولوا، لحتى تتشكل القصة صح، بس بدنا الموسم الثاني والثالث لحتى نحسن نحكم على هذا المسلسل. ففي كتير مسلسلات انا شفتها بس ما بحسن بضمها لهي القائمة. على سبيل المثال مسلسل Your Honor اللي بلش بنهاية 2020 وخلص اتوقع في بداية 2021، مسلسل جدا جميل صراحة يعني ولا غلطة كمان مثل ما بيقولوا من الناحية الدرامية كان جدا جميل، بس يعني لسه في افضل منه بالنسبه لي، بس حلو كمان ما في اي مشاكل فيه. فترتيبك لافضل خمس مسلسلات
يعني انا بقول بنسبه كثير كبيره حيكون مختلف عن ترتيبي، لانه انا حاولت اخذ المسلسلات اللي من الكل بستانور مثل ما بيقولوا، من الناحيه الكوميديه اخذت واحد، من الاكشن واحد، من بيعكس لي ثقافه معينه واحد، اخذت شيء كرتوني، فبطريقه ما حاولت اجمع هدول المسلسلات. رايك تحت في الكومنتات جدا جدا مهم بالنسبه لي. هذا كان ترتيبي، ولكن ترتيبك راح يكون مختلف عن ترتيبي، وانا ما عارف ترتيبك اذا ما كتبته تحت في الكومنتات. فنزل تحت الكومنتات اعطيني ترتيبك لافضل 5 مسلسلات، خلونا نتناقش في هذا الموضوع. واذا عجبتكم هاي الحلقه اتركوا لايك عليها، اشتركوا تحت في الكومنت، اشتركوا في الكومنتات ما بتزبط.